أنا قريت كل النصوص يلي بعتولي إياها، بس في واحد منهم كتير مميز. بدي نعرض هاي المسرحية بنهاية السنة، شو رأيكم؟ كيف يعني أنسة؟ رح تكون مسرحية كبيرة ويشوفوها الكل؟ بالضبط ميليسا. أنسة، أنا برأيي تقولي اسمه على مهلك، لأنه في أشخاص عم يحلموا إنك رح تختاري مسرحيتهم، يعني مشان ما تجي الصدمة قوية. بلا ما نضيع الوقت أوجان، ولازم نأسرع مشان التدريب على العرض. طيب مثل ما بدك أنسة، أنت فيك تعلني عن اسمي فوراً مشان الكل يرتاحوا. بيرك، اخترنا المسرحية تبعك. كنت بعرف إنه عندك ذوق وإحساس عالي أنسة. أسلوبك بالكتابة حلو كتير، ألف مبروك. وزعوا نص المسرحية لنشوف. صديقكم بيرك ما كتب قصة متعودين عليها، يعني هو ألف قصة مليانة كوميديا ودراما، وأنا تأثرت فيها كتير، ومتأكدة إنها رح تعجبكم لما تقروها. ما في حدا شاطر مثلي بالكتابة، فينا نقول إنه هاي الموهبة ولدت معي. رح خليهم يبكوا ويضحكوا بنفس اللحظة، وأصدقائي هن المصدر إلهامي. لو سمحتوا الكل يقروا النص. بما أنه الليلة الماضية مرقت بدون مشاكل أو مصايب، معناتها لنكمل من محل ما وقفنا. أنسي، كنت حاسس كأنك شفتي الضوء اللي فيني، ليش ما اخترتي مسرحيتي؟ مسرحيتك حلوة أوجان، بس ممكن تقرأ مسرحية بيرك؟ رح تكوني اليوم البطلة الرئيسية ورح تسرقي كل الأضواء يا آسيا. أنسي، بما أنه اخترتوا مسرحيتي، ممكن أنا اللي يكون المخرج؟ طبعاً بيرك. ممتاز. مثل ما شفتوا في أميرتين بقصتي، هنن إخوة. الأولى إيبك، ذكية، حلوة كتير وعندها ردة فعل باردة. سيستر، أمتى فيني أضربه لهالولد الغبي؟ بترجاكي خبريني. اهدى شوي. والأميرة الثانية بقصتي هي آسيا، حلوة بس عاطفية وقلبها طيب وبتحب عمل الخير، وهي وعت بحب أمير الدولة العدوة. طبعاً أنا الأمير الحلو أنسة. أكيد، شلون عرفت هالشي؟ أنت رح تكون الأمير الحلو، وساحرة القصر الشريرة هذا الدور ما بيلبق غير لهاريكا. أنا؟ والملك يلي ما عنده رحمة بده يقتل الأمير يلي بنته وقعت بحبه رح يكون تولغا. أنا برأيي هذا الدور رح يلبق له، وبمسرحيتنا رح يكون في جزعين، عفوا خلينا نقول شجرتين. أنا اخترت لهالدورين عمر وابن عمو أوجان. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.